فريقي الوداد البيضاوي واتحاد الزموري خميسات. كون عند اللاعب المزغودي محاولة الهجمة اللي فاتت فريق أولمبيك خريبكا الطردوري، وكون عند اللاعب الجمعاوي المزغودي والدفاع بعيد كرة الجمعاوي تمريرة وضربة راسية المزغودي الطردوري كل شيء في داخل منطقة الجزاء، البحث عن التمرير والمحاولة وتمريرة والهدف الهدف الأول اللي فاتت فريق أولمبيك خريبكا منفذة بطريقة جيدة المزغودي عند اللاعب الطردوري والتمريرة الحاسمة واللاعب باكايوكو بارتماء بضربه راسيه يعني يتمكن من تسجيل هدف السابق، هدف سيفتح المباراه اكثر على اعتبار ان فريق الحسيمي هدف الامتياز. ضربه زاويه في تنفيذ المباركي كره طويله وضربه راسيه كره في وسط الميدان. فريق اولمبيك خريبكا يسعى الى يعني خفض ايقاع الكره يعني والسير بلمسه جميله اخذ ورد والمحاوله المحاوله والهدف يعني ما كانش المعالم السرعه في الصعود ومتابعة يعني الكرات يعني في هذه اللحظات الاخيره سيبارا مامادو التمريره وخطا من طرف اللاعب محمد السعيدي في ابعاد الكره كما سنتابع. هنا كانت يعني اللمسات هي الكره عند سيمبارا مامادو وتمريره حاسمه كره مرت امام رجل اللاعب محمد السعيدي والهدف الثاني تبديل فريق اولمبيك خريبكا في هذه اللحظات دخول